بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. في يوم الحساب كل واحد هيراجع نفسه، يا ترى داين غيره ولا عليه دين؟ وقبل اي حاجه لازم ربنا يرد كل الحقوق وينصف كل المظلومين. مفيش حق هيضيع عند ربنا، وكل الخصوم عنده يوم الحساب حاضرين. على قنطرة المظالم هتترد كل المظالم بالعدل والحق للخلق اجمعين. مشهد من أعظم المشاهد يوم القيامة، ومشهد رد المظالم. يا ترى مين الشهود ومين هيكون حاضرين؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. طبعا مشهد يوم القيامة كل حد بيتصوره أو بيجيله في خياله زي ما خياله يجيبه، ولكن أكيد بالدلائل في تصور معين لليوم ده. خلينا نقول في البداية يعني إيه قنطرة. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هو المشهد وحضرتك بتكلمي عنه أنا حاسس بالخضة، يعني عارفة حضرتك لما تتخيلي أنه كل مثقال ذرة لأي مخلوق من إنسان أو حيوان أو أي شيء هيتاخد حقه يوم القيامة. يعني تخيل حضرتك لو إنسان نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها بغير حق هياخد حقه منه يوم القيامة. أبسط الأمور، لو غمز عليه غمزة كده، شايف صاحبك هتحاسب عليه يوم القيامة. نص كلمة، حرف واحد هتحاسب عليه يوم القيامة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، في رواية قال ولو قال ألف قاف ما كملش الكلمة، نتحاسب هنا بالحرف الواحد يا فندم، بالنظرة الواحدة هنتحاسب يوم القيامة عن الفتيل والقطمير. فاكر حضرتك وإحنا بنشرح التمرة كده، لما نفتح التمرة نلاقي النوايا عليها قشرة بيضاء خفيفة جدا، ده القطمير. التمرة دايما مشقوقة فيها كده ايه، خط كده، في وسط الخط ده فتلة كده بيضاء. القشرة البيضة دي والفتلة البيضة انا اكلتهم من حلال ولا من حرام؟ فكيف بالتمرة نفسها؟ فمتخيلة حضرتك ان الناس هتقف بين يدي الله عز وجل، وكل واحد هياخد حقه. لا ظلم اليوم، الى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. صحيح. خلينا نجيب الموضوع من الاول. حضرتك احنا عندنا الصراط. الصراط كان زمان دايما يقولوا عليه سبع قناطر، فهماني؟ فاكرة وانا هنسى عمري بعد ما يعني قلت بكل ثقة ان في سبع قناطر، قال لي مفيش حاجة اسمها كده اساسا. بزبوط، يقول لك القنطرة الاولى لا اله الا الله، والتانية الصلاة، والتالتة الزكاة، والرابعة الصيام، والخمسة الحج، والستة الامر بالمعروف، والسبعة الكلام ده ملوش اصل لا من القرآن ولا من السنة. لكن اللي ورد في السنة انه في قنطرة المظالم، سميها قنطرة القصاص. حضرتك بدأت بسؤال مهم، يعني ايه قنطرة؟ يعني لجنة امتحان. طب هي قبل ولا بعد بقى المحكمة الإلهية؟ لا، هي بعد المحكمة الإلهية، بعد. بس هو السؤال، هي قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ أدق الآراء إنها بعد الصراط. وعشان القنطرة دي اسمحيلي، فضل، سيدنا النبي كشف ظهره وبطنه عشان يضرب عليهم عشان ينجو من القنطرة دي. ازاي؟ تخيلي حضرتك اللي بقوله، تخيلي حضرتك واحد من ذوي الهيئات قيمة وقامة أخطأ مرة فضرب حد غلبان بالألم على وجهه، وبعدين ندم ورايح للغلبان بيقول له حقك عليا سامحني. فالراجل قال له انت عايزنا سامحك؟ قال له اه. قال له انت ضربتني على وشي قدام الناس، اضربك على وشك قدام الناس، هيقول له ايه؟ هيقبل؟ لا، هو ده السؤال. خلاص براحتك، في الدنيا أرخص. مو عشان قنطرة المظالم دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من حديث وعمل أكثر من عمل. يلا نقول علشان تخلي بالك، براحتك، اللي نفسك تعمله اعمله. شديت حيلك وظلمت حد اظلم قسما بالله ليتاخد منك دنيا وآخرة. وقعت حد في حاجة، اتكلمت على حد بصورة مش كويسة، أزيت حد وانت هو مش عارف مين اللي أذاه ولكن ربنا يعلم، شديت حيلك على حد
ظلمت حد، أكلت مال حد، انتهكت عرض حد، خوفت حد، والله العظيم تلاتة بالذرة وبالحر وبالكلمة ومن نظرة لا يخلص منك دنيا وآخرة. ما فيهاش كلام، دي ما فيهاش احتمالات أصلا خال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، ده الخلاصة الأخيرة. لكن في الدنيا برضو لا، المظلوم ربنا هيبرد قلبه. أصل ربنا لما يقول فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ليه وأنتم تنظرون؟ ليه وقاش في صدور قوم مؤمنين؟ ما هو ده الأمر يا مظلوم، ربنا هيبرد قلبك برؤية حقك من الظالم دنيا وآخرة. يا مظلوم ربنا هياخد حقك، يا مظلوم ربنا هيجبر خاطرك، يا مظلوم ربنا هيطبطب عليك. على قد الوجع اللي بيتوجع والظلم كفاية قوي، والوجع ده محسوب والألم ده محسوب، وربنا لا يغفل أبدا أبدا، وكله مكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اهدى واطمن وحقك مضمون وجاي دنيا وآخرة. ما عشان الحق ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جميعا أتدرون من المفلس؟ عارفين من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس اللي ما عندوش فلوس ولا عنده عقارات ولا أراضي، من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته. يعني هو شتم الناس واتكلم عن الناس واغتاب الناس وأذى الناس، فيقف في يوم القيامة. أقف يا جميل، أقف يا حلو. ويجي بقى كل واحد يا رب خد حقي، فيقول له تعال انت حقك كذا، لك عنده مليون حسنة، شيل حسنته ويمشي. وانت تعال حقك 500,000 حسنة، وانت تعالى حقك عبادة سنة كاملة، شيل. وانت تعالى لك 2,000,000 حسنة، يبقى خلاص ما فيهوش خلاص ما فيش حاجة خالص. طب ما ده لسه ناس كتيرة لهم حق، تعالى انت ليك عنده ايه؟ يا رب ده عمل فيا وعمل وعمل. طب يا رب ماليش حسنات، طب هات بقى من سيئاتك. يجي واخد بقى من سيئاتهم على دماغه، وياخد من سيئات ده وياخد من سيئات ده. كانت دركته الدركة بالكاف بالكاف، ما هي جهنم دركات. كل ما تنزل لتحت اسمه درك، كل ما تطلع لفوق اسمه درج. فالنار عشان تحت دركات، والجنة عشان فوق درجات. فدركت الدركة بتاعته كانت 4، من السيئات اللي خدها من الناس بقت دركته في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه، ما ردش المظالم للناس، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله. سيدنا النبي بينادي يا ناس، من كانت عنده مظلمة لأخيه، اللي ظالم حد ولا واكل ميراث حد ولا واكل مال حد ولا خدع حد ولا غش حد، إلحق نفسك في الدنيا أرخص. ما هي في الدنيا هروح أقول له حقك عليا، وهبوس ايده كده بوس، وابوس دماغه واقول له حقك خده مني قبل يوم القيامه. ما هو يوم القيامه لا فيها بوس خلاص بقى، فيهاش رجع ولا دماغ ولا حقك عليا. ده يا حسناتك، فالحق نفسك في الدنيا، ياخد من حسناتك. وخلي بال حضرتك، اخد بمزاجي. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. انا عارف ان اللي قدامي ده مش حالك كده بيصلي بالعافيه، بس عنده حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ بيتصدق كتير. انا بقى هاجي ماسك رقبته بين يدي الله واقول يا رب انا عايز حقي من صدقته. اختار بمزاجي. هو مهمل في حاجات كتير، بس ما شاء الله متقن قيام الليل. انا اقول يا رب مش عايز حقي الا قيام الليل، فكده خلاص دمرته. ما هو حسناته اللي ممكن يدخل بها الجنة ايه؟ قيام ليله. عامل حسنات قيام ليل 5,000,000 حسن، وانا حقي 5,000,000 خدتهم منه شكرا. هو كده. نقول قصة حلوة يلا. ولا معاكي فاصل؟ لا نقول قصة. نقول القصة. واحد احد زي الامير كده، حد من الناس اتكلم عليه وخاض في عرضه، اتكلم. فالامير ده ذكي وناصح وعنده علم، جا جايب هدية قيمة جدا وجابعتها للراجل ده. فالراجل جا واخد الهدية ده، هدية غالية جدا، وجا رايح للراجل قال له انت ايه الهدية اللي بعتها لي دي؟ قال له ما انا عرفت ان انت امبارح اتكلمت عليا وجبت سيرتي، فاهديتني حسناتك. ما انت اديتني هدية عظيمة جدا، ده انت اديتني هدية، ده انا ممكن ادخل الجنة على حسابك. فانت اديتني هدية جامدة قوي من حسناتك، فحبيت ارد الهدية، بعت لك هدية جميلة. فسكت كده. ليه؟ ده درس طبعا. قال له اسمعني بقى، اتكلم زي ما انت عايز، اتكلم مش هيأثر عليا، اتكلم زي ما انت عايز، والله ناخد حق منك.
وهاخد حق منك بين هذا اللي هيقصر يقصد في قنطرة المظالم. تكلم كما شئت. خلي بالك من الجملة اللي جاي. قال له أنا أعلم أنك تحسن قيام الليل. أنا عارف أنك شاطر في قيام الليل. أقول له أنا عارف أنك شاطر في تلاوة القرآن. أقول له أنا عارف أنك شاطر في الصدقات. أقول له أنا عارف أنك شاطر في جبر الخاطر. حلو، اتكلم زي ما انت عايز، همسكك من رقبتك بين يدي الله يوم القيامة، والله ما هاخد حق منك إلا قيام ليلك. صرخ بقى، صوت ما فيها. ففوق من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. صحيح. واللي يقول بقى أنا أنت ظلمتني وأنا مش عايز حقي منك في الدنيا بس أنا هاخده منك قدام ربنا سبحانه وتعالى، خاف قوي قوي قوي. طبعاً قوي. طبعاً. ياللي واكل حق إخواتك، ياللي ظالم مراتك، ياللي سبت عيالك وجريت، ياللي متعدي حد من حدود الله، ياللي واكل مال حرام، ياللي خدعت حد، ياللي وقعت حد، ياللي سجلت لحد وهو مش عارف، ياللي فضلت تجيب رجل لحد لما غرز وهو مش عارف. لكن الله يعلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. صحيح. عشان كده سيدنا النبي كشف ظهره وكشف بطنه، لهم قصتين جميلتين. نقولهم. أول واحدة، سيدنا النبي في مرض الموت قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى، مصاب بالحمى، بيغمى عليه لدرجة انه بيدلق عليه مية ساقعة عشان يفوق وعشان الحمى تهدى. ففاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاب سيدنا العباس وسيدنا علي وقال لهم احملوني الى المسجد. مشهد خطير. سيدنا النبي يا جماعة مش قادر يفرد رجليه، فسيدنا العباس شايل سيدنا النبي وسيدنا علي من الناحية التانية، وسيدنا النبي من التعب رجليه بتخط في الأرض مش قادر يفرد. ما هو مش قادر، مش قادر. قبل الانتقال من إلى الرفيق الأعلى والمسجد ممتلئ بالمسلمين يبكون على ألم سيدنا النبي. فسيدنا العباس تخيل المشهد قدامك، وسيدنا علي أجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وسيدنا النبي في هذا جاوز 60 عاما وفي مرض الموت، وعيلته كلها موجودة والمسلمين كلهم موجودين، وأبو بكر الصديق بيبكي وعمر بيبكي. حاجة، مشهد خطير. وسيدنا النبي تخيلي في الجو ده كله يقول إيه؟ يقول يا جماعة اللي شتمته يجي يشتمني قبل ما أقابل ربنا. يا نهار أبيض. خلينا أقولها بالبلدي، اللي شتمته يجي يشتمني، واللي أخذت من عرضه يجي ياخد من عرضي، واللي أخذت من ماله يجي ياخد من مالي. تعالوا اقتصوا مني قبل ما أقابل ربنا عشان أقابله وأنا خفيف ومش ظالم لحد. فالصحابة بيبكوا، فسيدنا النبي تخيل يقول إيه؟ أنشدكم الله، أقسم عليكم بالله، محدش قام، أقسم عليكم بالله لا يخشى الشحناء من قبلي، يعني مش أزعل منه، قوم اللي له حق عندي يجي ياخده، أقسم عليكم بالله. دي تالت مرة. فوقف واحد من الصحابة اسمه عكاش بن محصن، قال له يا رسول الله، قال له لبيك يا عكاش. الصحابة بيبكوا، أنت ضربتني على ظهري، كنت جاي أقبل يدك فرفعت العصا فضربتني على ظهري، والله مش عارف كنت أردت أن تضرب الناقة أو الفرس ولا ضربتني وانت قاصد. فسيدنا النبي تخيل يقول له ايه؟ معاذ الله ان يتعمدك رسول الله بالضرب يا عكاشة. اعتذار ولا مش اعتذار؟ طبعا. لما حد يقول لي انت ما سلمتش علي، اقول له معاذ الله ان انا ما سلمش عليك، انا ما شفتكش ما خدتش بالي. اعتذار ولا لا؟ طبعا. ومع ذلك سيدنا النبي قال له هات العصاية واضربني على ظهري قدام الناس جميعا، قدام الدنيا كلها، مشهد يسجله التاريخ. وده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا كلها بتسجل. طبعا. مو عشان نفوق يا لمياء هاني. طبعا. عشان نصحى الله يرضيكي، كله هيقابل ربنا. صح. اتشطر براحتك وتنصح براحتك وتعافى براحتك، هتقف بين ايدين ربنا، والغلبان ده هياخد حق. يا جماعة ده ربنا هيجيب الخروف الذي له قرون والخروف اللي ملوش قرون، والخروف اللي له قرون نطح الخروف اللي ملوش قرون في الدنيا فأزاه، فيجيبهم يوم القيامة ويعكس، اللي كان له قرون ما يبقاش له قرون، واللي ملوش قرون يبقى له قرون، ويقول له انطح خد حقك. والله حديث البخاري ومسلم. سبحانك يا رب. الحقوق هتتاخد. ثم سيدنا النبي أخذ العصا وأعطاها لعكاشة
ماذا حدث؟ فضلت الشيخ نكمل القصة. بعد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مد له العصا، أمسك النبي بالعصا صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وادها العكاشة. فأول ما أخذها عكاشة وقف سيدنا أبو بكر وهو بيبكي، قال له يا عكاشة اضربني أنا وما تضربش سيدنا النبي. قال له اجلس يا أبا بكر. وقف سيدنا عمر، لو الموضوع قوة بقى كان أكله بسنان. قال له اجلس يا عمر. وقف سيدنا عثمان وهو بيبكي، يا عكاشة اضربني أنا. قال له اجلس يا عثمان. وقف علي أجلسه النبي، الأحفاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عن آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لي يا عكاشة نحن سبطة، سين به ألف طا، سبطة سبطة يعني الأحفاد من البنات. إنما كلمة أحفاد يبقى ولاد ابني من العصي. أيوة بالضبط، نحن سبطة رسول الله وقطعة من رسول الله، والقصاص منا كالقصاص من رسول الله، فاقتص منا ولا تقتص من رسول الله. الجد هيضرب أمام أحفاده وأمام عيلته، التاريخ حبس أنفاسه، الدنيا كلها منتبهة اللي بيحصل ده. ما هذا المشهد؟ مشهد للدنيا، مشهد للتاريخ، مشهد للكل. اتفضل يا عكاشة اضرب. قال له يا رسول الله لما ضربتني كان ظهري عريان كمان. اكشف. جسدنا النبي معري ظهره وقال له اضرب يا عكاشة. فالكل بيبكي، عكاشة بكى بكاء رهيب وجرام العصا بطول دراعه وجا حاضن سيدنا النبي وحط وشه في ظهر سيدنا النبي وعمال يبكي ويقلب وجهه في ظهر النبي ويقول من الذي تطيب نفسه أن يضربك يا رسول الله، إنما أردت أن يلمس جلدي جلدك رجاء أن يحفظني الله بحرمتك من النار. أنا طول عمري نفسي ألمس الجلد الشريف. فسيدنا النبي ابتسم وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عكاشة بن محصن. بيكشف ظهره عشان يضرب عشان يدي حق الناس. يا جماعة الله يرضيكم، حقوق العباد. طب بيكشف بطنه، كشف ظهره وبطنه. طب كشف بطنه امتى؟ في غزوة من الغزوات في واحد من الصحابة شاب اسمه سواد بن غزية. سواد شاب فقير واقف في الصف، في صف احنا ديننا دين الصف. فسيدنا النبي بيسوي الصف ومعه عصا صغيرة يسوي بها الصف. استووا 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 استووا. فسيدنا النبي لقي سواد طالع لبره كده هدومه مقطوعة وبطنه ظهرة. استوي يا سواد استوي يا سواد. فالعصا لمست بطن سواد، ما بيضربش ده لمست البطن. معدي سيدنا النبي، سيدنا سواد الكلمة سجلها التاريخ. أول ما سيدنا النبي عدى قال له أوجعتني يا خير البرية. فجاء سيدنا النبي وقف مكان، ما قلت يا سواد؟ قال أوجعتني يا خير البرية، أنت وجعتني في بطني. فجاء رجع سيدنا النبي وقال له اقتص يا سواد، خد العصا واضربني على بطني. فسيدنا سواد قال له يا رسول الله بطني عارية وانت بطنك متغطية. فجاء سيدنا النبي شيل هدومه وكشف بطنه، قال له اقتص يا سواد. فسيدنا سواد جه داخل في بطن سيدنا النبي زي ما عمل عكاش وحضن سيدنا النبي ويبكي ويبكي. فسيدنا النبي يربط على سواد، ما بك يا سواد ما بك؟ قال يا رسول الله معركة لعلي أن أنال الشهادة، فليكن آخر عهدي بالدنيا أني ألمسك يا رسول الله رجاء أن يدخلني الله الجنة. يا الله، يا ناس فوق، يا ناس فوق قبل ما نوقف بين يدي الله. يا ناس ردوا المظالم. أمال إيه قنطرة المظالم وقنطرة القصاص؟ روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار، يعني من الصراط، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. لجنة امتحان رهيبة، أفظع لجنة. طب هي تفرق إيه عن المحكمة الإلهية؟ المحكمة كان فيها ثواب وعقاب. القنطرة ثواب وعقاب، انت صليت ثوابك كذا، انت صمت ثوابك كذا، انت اغتبت حد عقابك كذا، انت توزيع يعني. أي بالضبط. إنما القنطرة ليه؟ رقم واحد لرد الحقوق، رقم اثنين للقصاص كل واحد ياخد حقه، رقم ثلاثة للتنقية والتهذيب. فين الدليل؟ روى البخاري، خلينا أقول الحديث كاملا. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار، يعني من الصراط، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم
أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. خلص الحديث. يبقى المشهد إيه؟ بعد ما عدى الناس الصلاة داخلين الجنة، قيل إن أهل الجنة والنار هيعدوا على القنطرة دي. ليه؟ ممكن واحد داخل النار وأنا لي عنده حق، فربنا ياخد لي حق منه. ممكن حد يدخل الجنة وحد من أهل النار من غير المسلمين أنت خدعته ولا سرقت منه حاجة، تم حقه لازم ياخده. مفيش واحد هيدخل الجنة وواحد من أهل النار له شيء عنده، ولا واحد هيدخل النار وحد من أهل الجنة له شيء العدل عنده. هو كده. ولا حد من أهل الجنة يدخل وحد من أهل الجنة له عنده شيء، ولا حد من النار يدخل وحد من أهل النار له شيء. قبل ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل واحد هياخد حقه ولو مثقال ذرة، سواء كان حقه ده عند حد من أهل النار ولا حد من أهل الجنة، حتى أهل الجنة مع بعض، عشان ربنا يزيل الحقد فيما بينهم. قال الله عز وجل ينزعوا من قلوبهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. من حقي هيجيني؟ ما أنا هنا خدت حقي، فلما خدت حقي رضيت وهدأت نفسي وبرد جسمي. هل ممكن حد ربنا يشيل عنه الحقوق يوم القيامة؟ ده سؤال مهم جدا. احنا قلناه قبل كده على فكرة. ايوه. هل في حد ممكن؟ لا، الحديث ده ما قلناهوش. هقوله المعنى. الحديث ما قلناهوش بس المعنى قلناه. لما قلنا انه هل ممكن بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يحمل عنهم الحقوق، يشيل عنهم التبعات؟ هل دول اللي كانوا عايزين يردوا الحق وما كانوش قادرين عليه؟ ايوه. وايه كمان؟ ما هو علشان ربنا يقول للمظلوم تعالى نعم يا رب انت ليك عند رمضان حق، يقول له يا رب. فرمضان ده كان تاب واناب وندم وما عملش الموضوع ده تاني وعجز عن رد الموضوع، مش عارف. او ربما يكون الموضوع انا مش عارف انا ظلمت مين، ممكن موظف من الموظفين ظلم عدد من الناس، هو مش عارف مين ظلم ولا هيعرف يوصل له، ومش هيعرف يوصل له. بس هل في تكفير في الدنيا وتاب؟ ما انا بقول لي ما عليك، رقم واحد لازم يكون تاب بجد واناب بجد وعجز بجد. النقطه الثانيه انه ممكن يكون ربنا انعم عليه وراح حج وطلب من ربنا ان ربنا يحمل عنه التبعات. من عندي نص، انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا قد اتعبوا الابدان واهلكوا الاموال وفارقوا الاهل والاوطان، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وكفلت عنهم التبعات. كفلت عنهم التبعات يعني ايه؟ المظلوم لما جاي بيقول لربنا انا ليا حق عند رمضان، وربنا رب كفل عن رمضان التبعات يا رب، فربنا يقول للمظلوم، يقول له تعال عايز حقك، يقول له ايوه يا رب. طب حقك عندنا تمام، اللي يرضيك ايه؟ اللي نفسك فيه هيديهولك، فهيرضى تماما. ده احسن مليون مره، احسن مليارات المرات. لكن اللي كان اللي ظلم وكان يقدر يرد الحق وما ردوش، ده حاله حال تاني خالص. الحق هيتاخد منه قولا واحدا، دنيا واخره. فلتر. الحديث رواه أبو يعلى والمنذري من حديث أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيننا إذ ضحك حتى بدت نواجزه. سيدنا النبي بيضحك، فبيقولوا له أضحك الله سنك يا رسول الله، فبيسألوه إيه اللي حصل. نكمل الحديث؟ نكمل. معك وقت؟ معنا وقت. فبيقول، فسيدنا النبي بيحكي، بيقول رجلان من أمتي جثيا بين يدي الله عز وجل، المظلوم يقول يا رب خذ لي حقي ممن ظلمني. يعني المظلوم ماسك في مين؟ في الظالم. بين يدي الله عز وجل وبيقول يا رب خذ لي حقي منه. الظالم تاب وأناب وعجز عن رد المظالم، ولعله ربنا كتب له الحج فحمل الله عنه التبعات. فربنا يقول للمظلوم انظر في الجنة، فينظر المظلوم فيرى قباب اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد، شايف قصور، والقصور مش مبنية من حجر وطين، ده قصور مبنية من اللؤلؤ والزبرجد والمرجان، وبينها أنهار تجري وحدائق وخدم وحشم. فيقول المظلوم يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ ده حاجة كتيرة قوي. فربنا يقول له لمن يدفع الثمن؟ فالمظلوم يقول يا رب ده ثمن كبير قوي، ومن يملك ثمن هذا؟ فربنا يقول له
أنت تملك ثمن هذا، إنه يعفو. فيقول يا رب وما ثمنه، ما ثمنه يا رب؟ فربنا يقول له ثمنه عفوك عن أخيك، لو عفوت عنه أدي لك المكافأة دي. عشان تعرفوا يا جماعة إن مفيش ظالم هيدخل الجنة إلا إذا المظلوم خد حقه وسامح ورضي. فيقول له يا رب عفوت عنه، فربنا يقول له خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصة قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة. فاكر الحلقة بتاعت الشفاعة لما قلت لك أنا مش عايز أتكلم وعايز أسمعك بس؟ أنا مش عايز أتكلم وعايز أسمعك بس. ربي رضي. فضيلة الشيخ، وإحنا بنتكلم عن يوم الموقف العظيم، وحضرتك بتتكلم على الناس اللي عندهم صدقات كتير وبيتصدقوا كتير بس بيعملوا أعمال ممكن تكون تغضب ربنا سبحانه وتعالى أو ظالمين حد، حال المتصدق اللي ممكن يكون بيظلم في الدنيا إيه؟ بص حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا إن الناس اللي بتتصدق، الناس اللي بتزكي، الناس اللي بتنفق في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا دنيا ولا آخرة. قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت لا تخاف ولا تحزن لا دنيا ولا آخرة، لا تخاف من اللي انت رايح له ولا تحزن على اللي انت سايبه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيجعل الملائكة أولياءك في الدنيا والآخرة معاك، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقة سبب في غفران الذنوب وسبب في رضا علام الغيوب. مش كده وبس، لما تطلع من يوم القيامة تطلع من القبر للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى الدنيا حر جدا والكل خايف، انت مطمن وفي امان؟ لا، وفيه مظلة فوق رأسك، ده فيه مظلة بتظللك من كل حر ومن كل كرب، وانت في حماية الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الدنيا حر وتعب ومعاناة وانت الصدقة متجسمة وفوق دماغك مظلة مكيفة وجميلة، لن تحاسس بحر ولا حاسس بزهق. وكل بني آدم حسب ما تصدق. طبعا يا فندم طبعا، وكل واحد بقى وصدقته وكل واحد ونيته، وفيه ظل عادي وفيه ظل ظليل. يعني تخيل حضرتك ظل عادي، الدنيا حر جدا جدا وانا ماسك شمسية، فالشمسية مظللة عليا شوية بس انا حاسس بايه؟ بحر وعرقان لانه ده ظل عادي. تخيل حضرتك شجرة عتيقة على رأس الارض الزراعية، شجرة طويلة جدا، فالاسيادنا قاعدين تحت الشجرة الهواء بتاعها تكييف. ليه؟ لأنه كل ظل فوقه ظل، كل ظل فوقه ظل، دول اللي بيواظبوا على خروج الصدقات. ده ظل ظليل بقى، فانت شوف بقى عايز ظل عادي ولا ظل ظليل. طب الظل العادي اللي بيعمل ايه والظل الظليل اللي بيعمل ايه؟ بص حضرتك، العمل يضاعف بالنية وبنفعه للفقير وبعظم الصدقة. هل يتساوى من تصدق بكذا كمن تصدق بكذا؟ هل يتساوى من تصدق ليرى الناس صدقته مع من تصدق إخلاصا لله رب العالمين؟ هل يتساوى من تصدق وأذى الفقير مع من تصدق ابتغاء مرضات الله رب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. طب والتاني، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فالمسألة كل ما كان النية أعظم كلما كان الأجر أعظم، كلما كانت الصدقة أعظم كلما كان الأجر أعظم، كلما كانت الصدقة أنفع كلما كان الأجر أعظم، كلما كانت الصدقة أخفى
كلما كان الصدق كلما كان الأجر أعظم. وربنا سبحانه وتعالى عالم بقلب كل واحد فينا طبعا. يعني اللي نفسه يتصدق لكن على قده ما هوش قادر، أو اللي معاه بيتصدق قليل، أو يعني أشكال كتير جدا للصدقة. فربنا سبحانه وتعالى عالم باللي جوه كل بني آدم. ده صحيح. أو اللي بيتصدق عشان زي ما حضرتك بتقول والعياذ بالله رياء، عايز ده يقول ده بيتصدق وبيعمل وبيجري وبيروح، ده لا أجر له عند الله عز وجل. ودول أول ثلاثة بالعكس ده بيشيل ذنب. بالضبط، ده أول ثلاثة بتصعر بهم جهنم. أحدهم المتصدق، من أجل أن يقول الناس عنه متصدق. مش انت كنت عايز الناس تقول عليك متصدق؟ خلاص اهي الناس قالت، يبقى اخذت اجرك فلا اجر لك عندنا. وكذلك قارئ القرآن اللي عشان الناس تقول قارئ، وكذلك العالم اللي عشان الناس تقول عالم، وكذلك المجاهد اللي الناس عشان تقول مجاهد، يبقى ده مش لوجه الله. فكل ما كان لوجه الله دام لله، وما كان لغيره ينقطع. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخلص تتخلص من الخوف والحزن دنيا وآخرة. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقة موجودة في حياتنا نعمة كبيرة جدا علينا، لأنها بتشيل الذنوب وبتطهر البني آدم وبتبعد عننا الابتلاءات وبتنقينا وبتدخل السعادة لقلوبنا. حاجات كتير قوي قوي موجودة طبعا، وخاصة المية، يعني ملف المية وملف المحطات وملف توصيلات المية وملف المبردات وملف الآبار النقية جدا جدا ومتفلترة. حضرتك كنت بتقولي أسماء كتير. ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم كله. أيوة طبعا، أنا لفت نظري أولا لأنه المحطة ضخمة جدا وتكلفتها كبيرة جدا جدا، ومراحلها كتيرة قوي، بتاخد شغل كتير. مش بتاخد شغل بس، يعني شوفي حضرتك كمية الأسماء اللي اشتركت كتير قوي. ومش كده وبس يا جماعة، موضوع الصيانة كبيرة جدا، يعني بتحتاج صيانة، بتحتاج متابعة، محتاجة يوميا متابعة، محتاجة صيانة كتيرة جدا ومكلفة جدا. فالموضوع مش واقف على مجرد انك تعمل الحاجة، لا ده تصنها عشان تستمر. فملف المية كبير جدا، والصدقة في المية عظيمة جدا جدا، وربنا اهتم بها قوي في القرآن: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفرأيتم الماء الذي تشربون في كل كبد رطبة أجر إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. باب الجنة اسمه الريان، مش باب إطعام الطعام، لأنه أساس الحياة هو المياه. من أسرع الصدقة ثوابا، أسرع الخير ثوابا سقي الماء. ولما تزيل العطش عن حد ربنا يزيل عطشك، ويوم القيامة عندنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يسقيك وسيدنا النبي يسقيك، وفي الجنة الأنهار، وفي الجنة النهر الكوثر. فواضح أن ملف المية أصلا في الدين وسقي الماء وإزالة العطش أجر كبير جدا. وكلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة التي سقت كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. سقت، مجرد انها سقط حيوان من الحيوان، فكيف من سقى انسان مسلم ولا غير مسلم؟ كيف يكون اجره؟ كيف من ازال العطش عنه؟ كيف من وفر له مية نظيفة كانت سبب في صحته وسبب طبعاً في شفائه وسبب في ارتوائه وسبب في إزالة العطش عنه؟ الموضوع كبير جدا. لفت نظري كمان يا فضيلة الشيخ انه في اسم مكتوب لاثنين راجل وست، ومكتوب ومن ابنتك. جميلة قوي طبعا التواصل الأجيال بالعمل الصالح، سواء بقى كان في وجودهم او في عدم وجودهم. طبعا موجودين مش موجودين، انت بتاخد اجر كامل زيهم، يعني هم عملوا العمل، انت بتاخد اهي هو من ابنتك استاذ محمود ومدام زين، حاجة مشرفة، حاجة جميلة. فانت بتاخد قد اجرهم، يعني مثلا العمل ده بيجيب لهم اجر يومي مثلا 100,000 حسنة، وانت برضو بيتحول على رصيدك 100,000 حسنة وزيادة تجارة مع ربنا. لا لا، وزيادة البر. عايز اكد على النقطة دي يا استاذ لمياء. يعني لو واحد فينا يا جماعة قال أنا هعمل الصدقة دي لوالدي، والده عايش أو ميت، والدك بياخد الأجر كاملا وانت تاخد الأجر كاملا وزيادة لك انك بار بوالدك، مش كده وبس، وانت شلته عند ربنا، فهيطلع ابنك يعمل لك زي ما عملت لوالدك، ويتصدق لك زي ما تصدقت لوالدك. بر الوالدين كتاب وقصة يكتبها الآباء يرويها لهم الأبناء. صحيح صحيح.
من الأعمال العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى هي المساجد، ودايما نقول إنه الصلاة داخل المسجد تختلف تماما عن ما بنصلي في البيت أو بنصلي في أي مكان تاني. استشعار المكان والروحانيات اللي بتبقى موجودة فيه، الموضوع بيبقى مختلف تماما. من أجمل وأعظم المساجد اللي عملتها جمعية البر والتقوى المصرية، أنا بحب المسجد ده جدا. برضو من الملفات العظيمة في جمعية البر والتقوى ملف المساجد بناء وصيانة صحيح. وترميما واستمرارا، هم ما شاء الله عندهم ملف كبير وعظيم جدا جدا لبناء المساجد من أساسها ولترميمها وصيانتها والمتابعة في ده. بس لتزعل قوي لما تعدي على مسجد في قرية أو في محافظة أو في أي مكان وتلاقي المسجد مهجور علشان خاطر نقصه حاجات كتير جدا. من وجهة نظري ما عادش، لأنه احنا بفضل الله عز وجل قيادة مهتمة جدا بالمساجد، مؤسسات مهتمة جدا بالمساجد، وزارات مهتمة جدا بالمساجد، ففيه طفرة عظيمة جدا في مصر في رعاية المساجد. مبنى ومعنى ما شاء الله، قيادة سياسية عظيمة، وزارة الأوقاف وزارة عظيمة جدا مهتمة جدا بالمساجد، والجمعيات بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية اهتمام غير عادي بالمساجد، شيء مشرف جدا، شيء عظيم. طفرة علمية ودعوية ومبنى ومعنى في المساجد، طفرة عظيمة جدا. المساجد شكلها يفرح لما بنعمل حاجة، بنعمل حاجة كويسة جدا، وجمعية البر والتقوى بتهتم جدا بهذا الأمر، بتهتم قوي ببناء المساجد، ولما تيجي تبني أو تعمل صيانة أو ترميم بتعمل على أحسن ما يكون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صحيح. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل